السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، معكم أخوكم غاني. اليوم إن شاء الله باغي نشرح لكم إخواني كيف ماشي داوي العصفور تاعك بأموكسيلين. هذا يا الدراري الصغار، إخواني ركزوا معايا مليح، والله العلي العظيم هذا جربته إخواني، وراي في مالا كرشها ولات بيضاء نورمال، رجعت كيما يقول لك المناعة تاعها ما شاء الله عاد ما تشوفهاش. درك نعاودها لكم ان شاء الله. بغيت نشرح لكم اخواني، انا وهذا مفتح شوشة موكسيلين، هاك تشوفوا فيه اخواني، هذا بودرة. درك انت كي تشريها هدايا من الفرماسي، هذا تاع الاولاد الصغار اخواني، هاي مكتوبة يمدهولك غير بالوردونونس. هدايا تروح تكون عندك ميدسان تاعك جينيراليست ولا حاجة، تروح عنده وتقول له راك تعرف محتاج دواء هدايا منك تعرف كيما تجيبو بلا ما. انا جربته هذا اخواني صدفة، يعني ما صدفة جربته، كيما يقول لك انا نبغي نجرب حوايج كي نوصل الحاجة ديما كي نقنع بها نحبس. اخواني هذا بودرة، نتايا يكون عندك فرخ عنده، شوف عنده كيما يقول لك هذاك كاع المرض الداخل، كاع المرض الداخل اخواني، لو فونتر روج كيما يقول لك عندها المصرانة، هدايا كونتر لي زانفيكسيون اخواني. هذا الفرخ كيكون عنده كيما يقول لك ضرر الداخل، مرض ولا ديزانفيكسيون الداخل، هدايا يريباري لي زانفيكسيون. دركا اخواني واش راح نقول لكم، هدية قرعة بودرة. درك نتايا عينك ميزانك واش هو، بغيت نشرح لكم باش تفهموا عليا مليح اخوان. هذا كي تحط فيه الماء اموكسيلين، تحط فيه الماء المفعول تاعو اخواني 15 يوم 15 يوم المفعول تاعو، يموت المضاد الحيوي تاعو ولا كيما نقولوا لي بكتيري ولا ما عباليش المفيده تاعو، تموت بعد 15 يوم كي الوقت كي نحطوا الماء في هذه البودره. هاك تشوفوا فيه شنو، كي تخليه بودره هاك وما تحطش فيه الماء وتغطيه مليح، المفعول تاعو ما يموتش اخواني. بغيت نزيد نشرح لكم اخواني، هاك تشوفوا لي سورانغ اللي عندي، هاهم هادم يتباعوا عند الفارماسي اخواني. واش هو مش ملاح، جربتهم كشعود راح تمد نقولوا قطره ولا زوج قطرات العصفور تخرج كتر، شغل تخرج بغيطال كيما نقول. واش هو هادي اخواني، درك نعاتها لكم ان شاء الله. وما عنديش الحمد لله ما عنديش فرخ تاعي كيما يقول لك مريض، عندي فرخ بركة طفل خويا هذاك اللي كان مريض بعينه، مازال شويه في حالته ان شاء الله. درك نعاتها لكم كيما هنتريتيهم ونرجع معكم. ارواحي الناس فقا اخواني، واش لازم لك كوردون، لازم لك كوردون ولازم لك سورانك فاتوس. دابور نحكمو لو برودوي، نقولو اموكسيلين يكون بيد اخواني، هذا وصفر هذا يا خاطي مش اموكسيلين، ما بانش فاهمو برك. اموكسيلين يكون ابيض، كيكون اللون تاعو اصفر المفعول تاعو سي بون، ما عادش فيه مفعول كيما نقول. هذا هو دواء خلاف اخواني، هذا دواء تاع البرونشيت، كيكون عندك العصفور مريض كيما نقولوا ضربو هواء ولا حاجه. بون اخواني كيف ما شديرو، هذا الطفل هذا تاع الطفل خويا كانت عينو هاي الحمد لله عينو راك تشوفو ارتاحت. شوف تحكم كوردون دخلو لداخل، سي بون ما تبوجي، دخلو لداخل هكا، هذا هو والف عادي يعرف الكوردون. تحكم السورينغ، شوفو السورينغ هادي اخواني، هادي دير بالقطرة هاك شوف، ما تهبطش ديريكت، ها واش ربي تخلي له
الكوردون اللي هنا حاصل، الكوردون تخلي حاصل، كي تشوفو ما كاين والو شرب نحي الكوردون تاعك. الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. شكرا. فوالا اخواني، كما قلت لكم اموكسيلين اللي باغي اخواني سورتوك الناس اللي عندهم حساسين شريوهم غاليين، كما يقول لك اميتاسيون ميتاسيون ولا حاجه، حنا والله نديرو فيها في سبيل الله نعتو كما يقول لك نفيدو نستفيدو. هذا يا اخواني اموكسيلين والله العلي العظيم نسامارش، كما يقول لك تري امبورطون لي سيلفير. واحد يا ربي عصفور في الدار وما عندوش الادويه وما عندوش الحوايج هذما، غدوا العصفور تاعو يمرض له يعود يحوس غير على التوم والبصل والحمص. هذما عدينا عليهم بكري اخواني، الحمص والتوم كاين مراحل لازم لك الدواء، وقعدنا عتلكم فيها به العصفور تاعكم ان شاء الله ما يموتش. اموكسيلين اخواني زوز قطرات، واللون اموكسيلين كيعود اصفر راهو المفعول تاعو مات، لازم يعود ابيض ابيض حليب كيما نقول لك ابيض كيما ليغون. هذاك المفعول تاعو افيكاس، زوز قطرات كل يوم مدة 5 ايام وستة ايام العصفور تاعك ان شاء الله. او كاينين ديجا ناس جربوها والشافي هو الله اخواني. هذا واش بغيت نعطي لكم. ما تنساوش اخواني دي بودره، ما تحطش الماء ديريكتومون فيها كامل، ادي غير المقدار اللي باغي تداوي به العصفور تاعك وباللحى. هذه تاع الاولاد الصغار اخواني، وزيد نروح لكم ان شاء الله تكونوا راكم استفدتوا من هذا الموضوع، باه كي يمرض لكم فرخ ولا حاجه اخواني تعرفوا داويو العصفور تاعكم. وهذا يتحط في الفريجيدار اخواني، منطقه بارده كما يقولوا، ما كاش فيها درجه الحراره. كيكون ماء بصح، كيكون بودر كيما هكا نورمال. اخواني بغيت نزيد نحكي لكم واحد الحكايه. شوف كي تجيب عصافير، هذا نحيت له كيما يقولوا، كاين اللي يقولوا التفار، كاين اللي يقولوا الزعكه تاعو، كاين نحيت له الديل تاعو اخواني، خاطر ماش كان مكسر. والديل ينوض 15 يوم الماكسيموم ينوض. بغيت نحكي لكم راك تشوفوا في العصفور هدايا اخواني، هذا ما كنتش دايها فيه، هذا العصفور اللي يروح كيما يقول لك يغني على الفمال خير من الاخرين. هام عندي هذا من السورانج اخواني، شوفوا شوفوا هدايا، هذا اكتشفتو عصفور ما شاء الله، نحطو للفمالة اخواني يغني عليها. وهام الاخرين اللي كنت زعم حاطم خير منه في لابوطي، هو خير منهم يغني. علاه كي تجيب زوز ثلاثة ديما تلقى وما حبة فيهم مليح، هاك تشوف انتيريسي على لا فمال يروح ديريكتومون بحداه. فوالا اخواني انا الدرس تاعي المهم اللي هدرت لكم عليه على اموكسيلين، ان شاء الله تكونوا راكم فهمتيو عليا. الله غالب كيما يقول لك اللغه العربيه وكسروا فيها تكسار، نحاولوا قدر المستطاع ان الرساله توصل. وهذه اخواني احنا ونهار كيما يقول لك قدام العصافير، تريح قدامها كيما هكا ودير الوقت الحالي اخواني. بغيت نوصيكم ديروا غناء الحسون يكون هائج شويه، ولا زوز ولا ثلاثه، شغل غناء في الانترنت يوتيوب برك، وتشوفوا العصافير تاعكم كيف ماش يبداو يغنيو، وان شاء الله فيها خير اخواني. ما بقالي غير نقول لكم قهوه في خاطر الحباب، كاين الناس يشربوا اتاي الله غالب، حنا وتا قهوه. وسلامي كل الناس، كل محبي الطيور. وفي فيديو خلاف ان شاء الله اخواني، ما بقالي غير نقول لكم احنا وراهم ورا عصافير، ريحوا معاهم بروفيتيو معاهم. في فيديو خلاف ان شاء الله بقالي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني نسيت حاجه نعتها لكم، قلت لكم نعتها لكم الفماله، هذا الوغ دوك نعتها لكم الفماله. خلي خمسة خلي خمسة كنا عشيكم في المال اخواني نحكمها برك سوا ديري لهنا ديري لهنا يا شوف.
كنا هاتشاركم إخواني راحت راحت ما تعرف حطيتها مع مار عارف هي ولا خاطي لا ما تعرفها فصل كي مار كي ولا لا فيلم سبحان الله لا نادي نعت لكم كرشها برك إخواني كرشها إخواني ولات بيضة خلاص الريش قشاشة عاد كرشها ما تبانش خلاص إخواني هاك تشوفوا في كرشها هاي بيضة خلاص هاي كرشها لا عاد مع الريش هاي كرشها المهم إخواني بيضت خلاص هاي الفمالة كما عادت سبحان الله شوف هاي الفمالة عادت باغية تخرج دوك ما عادتش تحمل نحكمها شا فوالا إخواني أموكسيلين راهو طري في كاس إخواني هذه السلام عليكم.